بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء